بيحكي وزير الدفاع الإسرائيلي عن لبنان وبدنا نعمل ننتقل للهجوم، ما بعرف يعني ايه صح. اليوم كان في كلام اسرائيلي طيب من هذا النوع عم طيب شو انه بنقعد نناقش انا وياكي كيف بدنا ننتخب رئيس مستعجلين؟ على اسمع انا مستعجل بدي 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 اعمل انتخابات بلديه بضايعه ما بعرف ايه. طيب ما وزير الداخليه كمان دعى الهيئات النخبه وهذا صار ملف مطروح. وزير الداخليه عم يتسلى وبيعمل اللي عليه بس مش رح تصير. طيب روحوا يعملوا لها موازنات للبلديات قبل ما يعملوا انتخابات. ما هو الوزير عم يقول نجيب بلدي رؤساء بلديات وبلديات على بلديات مفلسة معاش تدفع أجار موظفينا. خلينا نشوف نروح نعمل شيء جدي لموضوع البلديات، نعمل شيء جدي لموضوع يعني على الأقل البلدية تقدر تتحرك بالتصليحات والمعاشات على القليلة. فيش بلدية فيها تصرك لا بالتصليحات ولا بالمعاشات، شو هالكلام هذا؟ نعم، خليني اخذ تاني بريك والاخير بحلقة. انه وزير الداخلية بده يزقفوا له السفرات انه بده يعمل شو هالحكي هو ده. يمكن بده يشيلها عن عاتقه انه مش التأجيل عن تشغيل. ليه عم بيعملها؟ هي تسلية صارت. يروح طيب. يخلص من قصة الدوائر من قصة الأحوال الشخصية. هلق من هيدي القصة اللي عملها بالأحوال الشخصية عيب هذا الموضوع. روح عين الموظف الأكثر كفاءة مين ما كان، مسيحي غير مسيحي، مسلم غير مسلم، عيب. روح حط الموظف اللي بيستحق. شو هالكلام؟ انت عم تخالف القانون، تحكي لي بالقانون، انت وزير داخلية فيك تخالف القانون؟ ما انت لازم تعلم الناس كيف بينفذوا القانون، تجي انت بتخالفه؟ خلينا اخد تاني بريك ونرجع من بعدها. نتابع من الاو تي في هذه الحلقه الخاصه مع الاستاذ وئام وهاب. استاذ وئام كان الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط عند الرئيس نبيه بري بعين التين مساء هذا اليوم وحكي عن العوده الى اتفاق الهدنه والمنطقه خفيفه او السلاح الخفيف يعني على جانبي الحدود. شو رايك بهذا الكلام؟ وقال انه ما اضطروا لملف انتخابات الرئاسي مش عاطلة من الجانبين، يعني اتفاقية الهدنة من الجانبين، يعني ما عاطلة هذه التسوية، ما عاطلة بتوافقوا الرأي عاطلة. نعم، وحكي عن يقبل فيها الاسرائيلي لا ما تشوفي. هو الاسرائيلي اليوم همه يرجع تبع المستوطنات بالشمال. بأي شروط؟ ما فيك بأي شروط؟ أي شروط؟ ما عنده لائحة شروط ما راح يمشي فيها الحزب. المعادلة لا تزال قائمة انه وقف اطلاق النار في غزة وبعدين تعود نحكي بحيالله شيء ثاني ب 17/01 بترسيم حدود برئاسة جمهورية. لا السيد يعني حكيها ما مش وكمان حكي كمان انه اذا اراد الاسرائيلي الحرب اهلا ومرحبا بالحرب، كمان مش اول مرة بيحكي بهذا اللهجة السيد. يعني ليك اكيد ليك بدي اقول لك شغلة. نعم. الحزب عنده إمكانيات كتير كبيرة وقادر يعني يعمل أزية كتير كبيرة للإسرائيل. ما حدا بيشكك بهذا الأمر. الحزب عنده مشكلة وحيدة هي الموضوع اللبناني، هذا اللي كله، هذا اللي أجل أصلا الحرب وأجل تصعيد الحرب. بس هاي الحرب طما تصير بدها الجانبين يكونوا مقتنعين. الإسرائيلي منه مقتنع هيك. الإسرائيلي عم يشوف إذا في إمكانية أو إذا في قدرة على هالموضوع، عم يحاول يختبر الحزب. ألا يدرك الإسرائيلي إنه حرب من هذا النوع هي مغامرة؟ بلا، بس بده يشوف شو عنده الحزب أول شيء بالجو، وشو عنده بالبحر، وشو عنده بالبر، وشو عنده كمان. الحزب عم يتبع الغموض البناء بهاي القصة، يعني الحزب تفليتات. مثلا فلت له قصة الطيارة امبارح. طب ما كمان صحيح. يعني هيدي هذا تكتيك اتبع ب 73، عرفت كيف؟ اتبعوه السوريين والمصاروي. كيف وقت قرروا خبوا السام ستي وفاجئوه للاسرائيلي فيه؟ عرفت بقي ست سبع ايام تقدر عالج موضوع السام الامريكي. لا بس كانوا نيزلوا كتير طيارات، عشرات الطيارات كانوا نيزلوا له بالسام ستة قبل ما الامريكي
يحللوا المسألة التقنية وقصة هاي البوالين الحرارية اللي بلشوا يستعملوها. بتعرف استاذ وئام كمان في هيك معطيات تشير الى انه المفادين اللي اجوا منذ بدء طوفان الاقصى حتى اليوم الى لبنان نقلوا لحزب الله كان بطريقه مباشره او غير مباشره انه لا تلتفتوا الى التهديدات الاسرائيليه انه الحرب الشامله وحرب على لبنان، نحن لا نريدك ولايات متحده كمجتمع صحيح. دولي ككذا، ويعني ما تلتفتوا لا لتهديدات غانتس ولا جالانت ولا طيب. سالنا اول سؤال هيك سالتك باول حلقه، مين راح يجر مين؟ راح بايدن يقدر يطير نتنياهو بالتعاون مع المؤسسة الحاكمة بإسرائيل الأكيد الدولة العميقة للأمريكي بيمون فيها، راح يقدر يطيره أو نتنياهو راح يجيب بايدن على الحرب؟ هذا السؤال ما عندي جواب عليه، مش إنه ما عندي جواب عليه. الأمريكي عم يطمن وصحيح عم يطمن إنه ما في حرب كبيرة وهو رح يمنع حرب و و و، بس مين بيعرف؟ حتى يعني اليوم اليوم اللي قاله السيد كتير دقيق إنه هذا اللي صار ب بدمشق غير 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 بعده. والرد الإيراني كمان لأنه كان لعب اللعب الإسرائيلي الإيراني أمني، يعني الإسرائيلي يقتل خبير بدمشق، الإيراني يرد افترض بالضفة الغربية يرد، يعني كان يعرف الإسرائيلي وين عم يرد الإيراني. عرفتي كيف؟ حتى اليوم إجا اعتدلوا على الأراضي تبعه، هاي مختلفة صارت. انتبه الإيرانيين بموضوع الكرامة الوطنية عندهم، حتى المعارضة بيخف كتير صوتها. عرفتي كيف؟ حتى نعم. المعارضة الداخلية بخف كتير صوتها، يعني عندهم هاي مسألة كرامتهم الوطنية. بتعرفي هيدي بالأخير دولة تمتد 5000 سنة، منا هيك دولة يعني تجميعة. طبعا بتعرف في نقطة حابة أسألك عنها أستاذ وئام، عن زيارة الحاج وفيق صفا للإمارات، لأنه حضرتك عم تحكي عن المشهد بالمنطقة بشكل عام. هذه الزيارة بحد ذاتها نحن ننتظر عيد الفطر تنشوف إذا رح يشمل العفو اللي تصدر دولة الإمارات المساجين الموجودين عندها، ولكن حصل هذا الأمر أو لم يحصل؟ الزيارة بحد ذاتها بتشكل هيك تحول بالعلاقة، خصوصا إن أتت هذه الزيارة بضمانات من بشار الأسد أكيد الرئيس السوري. أكيد تشكل تحول، أكيد تشكل تحول بالعلاقة، وأكيد تشكل تحول على مستوى كل المنطقة. أنا تقديري كمان التقارب الإيراني الخليجي أنا شايفه رح يتطور، أنا شايفه رح يتطور، يعني ما عاد للإيراني أخذ قرار بتخريب دول الخليج، ولا الخليجي أخذ قرار بأن يواجه الإيراني نيابة عن الأمريكي أو عن غيره. هذا سيريحنا في الوقت، وهذا أمر بريح الكل، هذا أمر بريح الكل، وهذه دول آمنة يجب أن نحترم أمنها، نحترم قوانينها، ولازم تضل واحد راحة للبنانيين ولغيرهم لأهلها، يعني لازم تضل واحد أمان هذه الدول. ليش مين منا لا يأمل أنه يكون في سلام بالمنطقة، أنه يكون في وئام بالمنطقة، أنه الخليج مع إيران، حتى نحن كمان نرتاح شوي هون بلبنان، لأنه نحن مع الأسف نرتبط بكل هذه النزاعات من حولنا، وحتى النزاعات الدولية كلها بتصب عنا يعني بالآخر مع الأسف. نحن ساحة فلتانة إذا فينا نقول. بتعرف كان ثمة وجهة نظر قائلي بأنه هذه الزيارة للإمارات أو الإمارات لم تكن لتبادر لولا ضوء أخضر من الولايات المتحدة ولولا علم السعودية، شو رأيك بكل هذه؟ أنا رأيي الخليجيين، تبهي الخليجيين ما بدعوا شعائر بعضهم، يعني عندهم كتير ميزان دقيق للعلاقة بين بعضهم، فمن هيك أكيد في تشاور هني والسعوديين، يعني نهائيا ما بيعملوها بحق بعضهم هاي المسألة. يعني أنا كتير في تفاصيل هيك أوقات مرقت قدامي أو بعرفها،
كتير عندهم احترام للعلاقة بين بعضهم بهاي الشغلات. وممكن هذه الزيارة أن تكون مقدمة لهيك شوية حلحلة بين حزب الله والسعودية المملكة العربية ما بستبعد أنا إيه ما بستبعد لأنه بلش الإيراني والسعودي يحكوا كمان بالملف اللبناني على فكرة، ولأول مرة من سمعت أنه من أسابيع لأول مرة حكوا بهذا الموضوع طرحوه، يعني كانوا بالأول عم يحكوا بالملفات الداخلية بين بعضهم، لأول مرة بينتقلوا لملفات المنطقة ومنها لبنان. بعد معي شوي من عمر هذه الحلقة، ملف الأزمة اللي صايرة مع قبرص، بكرة الرئيس القبرصي جاي لعنا، في أزمة صايرة مع قبرص جراء مش عنا العلاج، بده يروح أوروبا الرئيس القبرصي، مش عنا، بده يروح أوروبا يقلن وقفوا نفاق رح تسقطونا، رح يروح اوروبا يقول لهم رح تسقطوا لبنان ورح تسقطوا قبرص ورح انتوا رح تنطموا باللاجئين، بده يروح اوروبا حاجه ينافقوا انظمه كذابه الامريكي والاوروبي، بعده جاي عم يقول لك بده يعاقب سوريا وبده يعاقب الرئيس الاسد، ولك يا حبيبي انت عم تعاقب الرئيس الاسد، شو قادر تعاقبه للرئيس الاسد؟ بشو قادر تعاقبه؟ انت عم بتجوع سوريا، انت عم تحاصر سوريا، انت عم تهجر سوريا، بده يروح يوقفوا نفاق الاوروبيين والامريكان ويبلشوا يخففوا الحصار عن سوريا، هذا الحل. الحل مش عنا، واذا اجى لعنا شو راح يعمل له الرئيس ميقاتي بكره؟ يعني شو في يعمل له؟ يعني راح يضلوا السوري هاجر طالما انت مجوعتي، طالما انت مش عمالي بتامني له ظروف ماشي، انت عندك 2000 جندي شرف اسحبهم، وبيفوت السوري بياخد ثروته، بياخد قمحه، بياخد القطن تبعه، بياخد النفط تبعه، بياخد الماء تبعه، بدوش هيك ومنه معاوزك، وحاصره 100 سنة ما بيهمه اذا فات على الجزيرة. نعم، بس انت مانعه. بعد معي دقيقة، خبرتني تحت الهواء انك شفت الرئيس عون الاسبوع الماضي وقعدت معه ساعة ونص، خبرنا شوي بعد معنا دقيقة. شو بدك؟ لا يعني تفاجأت انه ساعة ونص ما رفع له جفن، يعني مثل لعيب البين بونس، والله يعني ما بعرف، كنت حسه بالقصر محبط اكثر، عرفتي كيف؟ الازمه كانت احبطته السلطه. نعم، كانت صدمه لإله السلطه واحبطته، وطلع معي حق انا، انه يا ريته بعده بالرابي وما طلع بعبده. هو بيقول انه هو بينام مشغول البال بس مرتاح الضمير. يعني بالاخير التاريخ بينصف الناس، هو اللي بيحكم عليها، هو اللي بيحكم عليها اكيد، يعني هو منع من انه يتنفس، يعني بتعرفي يعني ما بقي ازمه مصاري بعهده. والوزير جبران باسيل عم تشوفه عم تلتقيه؟ ايه جبران على طول في تواصل وتنسيق معه، في تنسيق دائم بينكم وبينه. وشو رايك بمواقفه الاخيره؟ بنقشها معه، ما راح نقشها على التلفزيون. اوكي، بنقشها معه. أوكي. بس انا برايي يعني انا اتمنى ان تبقى العلاقه جيده بينه وبين حزب الله مهما يعني صار تباعد، ونحن وقت الحرب ما بدنا نناقش حليفنا، بيتم النقاش بعد الحرب اذا في شيء، بالحرب نحن معه. هو الموقف واضح من المسانده المقاومه بوجه العدو الاسرائيلي، لازم يكون معه بالحرب، بدون هو معه بالحرب بدون اذا حصل بدون نقاش فرعي. النقاش الفرعي بعدين. بس ما هي الممارسه الداخليه هي اللي عم تفتح النقاشات الفرعيه. بقول لك ما لازم نناقشه بالحرب. طيب خليني الحرب لازم نوقف معه.